السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله، ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بينا في القناة والناس القدام حتى هما. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم اللحم بخرة أو اللحم مفورة ومحمرة في الفرن، كنرفقوها بالخضر مبخرة ومشرملة، كتجي لذيذة في المذاق ومزيونة في المنظر وصحية، طريقة سهلة ومبسطة. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. خليكم معايا حتى للاخر ديال الفيديو، فرجه ممتعه. دوزوا على بركه الله. المقادير انا عندي هذه الكميه ديال اللحم على حسب الافراد ديال الاسره، وانتم يمكن لكم تزيدوا او لا تنقصوا على حسب المتوفر عندكم وشحال ما بغيتوا. بالنسبه للعطريه اللي غادي نتبل بها اللحم ديالنا، انا هنايا عملت الرز ديال المعلقه ديال الابزار، كنستعملوا غير شويه من الابزار، ما كنستعملوش بزاف لانه كيعطينا الحروره. عندي هنا معلقه صغيره ديال قزبر حبوب مطحون، عندي هنا معلقه كبيره ديال الكيمون، معلقه كبيره ديال الملح، عندي هنايا واحد البصله كبيره مشلضه على الشكل هذا، وعندي هنايا جوج ديال الدروسه ديال الثوم كبارين، انا قسمتهم على جوج، والا كانوا عندكم دروسه ديال الثوم صغارين يمكن لكم تستعملوا اربعه. بالنسبه للخضر انا اكتفيت هنايا غير بالبطاطا واللوبيا خضراء واللوبيا خضراء طويله والجعده اولا الجزر. استعملت البطاطا مقطعه على الشكل هذا، الا كانت عندكم بطاطا صغيره تكون احسن، ما كانتش عندكم يمكنكم تكتفوا باللي عندكم. عندي هنايا لوبيا خضراء على الشكل هذا، انا كنقول لها لوبيا بسطحه واش حتى نتوما كتقولوا لها هيداك. عندي هنايا الجعده اولا خيزو مقطعه على الشكل هذا، وعندي هنايا اللوبيا الطويله. انا اكتفيت غير بهذه الخضره اللي عندي، وانتوما الا بغيتوا تضيفوا اي نوع ديال الخضر كتعملوه. هذو هما المقادير اللي غادي نحتاجو للحم بخره مرافقه بالخضر. ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. انا هنايا غادي نرش شويه ديال الملح على اللحم ديالنا باش كتعطيوها شويه ديال المذاق، ما تجيناش اللحمه ديالنا باسله. كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما رشيت هنايا الملح على اللحم ديالنا وزدت عليها الكيمون والقزبر حبوب مطحون وشويه ديال الابزار غير شويه، ما كنكثروش منه باش من اللحم ديالنا ما كتجيش حاره، وكندخلوا لقمه كامله في اللحم ديالنا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. صراحة هاد العطرية هادي كتجي لذيذة بزاف في اللحم بخرة. نتمنى الطريقة ديالي ديال اللحم بخرة تنال الإعجاب ديالكم، راه معروف كل واحد كيعرف أي واحد كيعرف يبخر اللحم، غير هي الطريقة والعطرية كتختلف من شخص لشخص. نتمنى هاد الطريقة ديالي تنال الإعجاب ديالكم. أنا هنايا جبت الكسكاس اللي غادي نبخر فيه اللحم، كنست فيه البصله ديالنا اللي كنت قطعتها مشلضه، وكنزيد الثوم كنعمله هنايا في الجناب كيف ما كتشوفوا معايا. كنرش عليهم شويه ديال الملح غير شويه، كنستف عليهم اللحم اللي كنت شرملت معاكم. عملت البصله والثومه واللحم عملتهم في الكسكس، دابا غادي نعمل اللحم ديالنا تتبخر. كيف ما كتشوفوا معايا، انا هنايا كنت عملت الماء في البرمى يغليو، وعملت هنايا واحد طريف ديال الليمون باش الطنجره ديالنا ما تكحلش، حيت الليمون ما كيخليش الطنجره تكحل. وغادي نعمل هنايا اللحم ديالي تتبخر، كنغطي ولا وكنخليوها تتبخر على خاطره. كتشوفوا معايا انا جبت كسكس اخر حيت عندي واحد اخر زايد،
غادي نعمل هنايا الخضره ديالي دا تبخر، وانتوما الا كان عندكم غير واحد الكسكس يمكن لكم تكتفيو غير به. حتى كطيب اللحم ديالنا عاد كنردو الخضره تطيب في نفس الكسكس. انا هنايا كنستف البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، كنعملها غير في واحد جهه باش مي كادي نجي كنحيد الخضره كتجيني سهله، ما كيكونش كلشي مرون. كتوز خضره يعني كتوز الجعده بجعده، كتوز بطاطا بطاطا، كتوز لوبيا لوبيا، ما كتوزش كلشي مرون. انا هنايا غادي نستف حتى اللوبيا خضراء هذه الطويله، كنزلها هنايا في هذه القنيطه. كنزيد هنايا في هاد الجهة الجعدة، كنزيد عليهم هاد اللوبيا هادي خضراء هادي اللي كنقولها انا بسطحة، كنعملها هنايا في هاد الجهة. كنرش عليها هنايا شويه ديال الملح وكنردها تتبخر. كيف ما كتشوفوا معايا هاي اللحم تبخرت وطيبه مزيان. انا هنايا جبت الصينيه وعملت فيها الكاغد ديال الزبده، وغادي نعمل فيها اللحم باش ندخلها للفرن. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما استفت اللحم هنايا في الصينيه، انا هنايا جبت واحد الزلافه وعملت فيها شويه ديال الزبده وكندهن بها اللحم ديالنا كامله باش ديك اللحم تتحمرنا من عملوها في الفرن. انا غادي نكمل هنايا اللحم كامله عاد ندخلها للفرن. دوزو باش نشرملو الخضره ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا عملت المقيله وعملت فيها زيت الزيتون، كنزيد عليها التومه، كنشحر التومه في زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نزيد اللوبيا خضراء، انا هنايا كنسبق اللوبيا خضراء هي الاولى عاد غنسبق الخضر اخرين. كيف ما كتشوفوا معايا المغرفه ديال اللصق اللي فيها المعدنوس حتى كنشوفوها دابا في المونتاج، حق ماشي مشكل حيت انا من بعد غادي نزيد شويه ديال المعدنوس والقزبر على اللوبيا خضراء. كنزيد هنايا الملح، كنزيد هنايا شويه ديال الابزار غير شويه، وكنزيد عليها شويه ديال الكيمون وكنشحروا مع بعضياتهم. ما
بعد ما تشحرت اللوبيا خضراء، انا هنا كنزيد عليها شويه ديال القصب وشويه ديال المعدنوس، كنصطيهم غير شويه هيدا مع بعضياتهم، ومن بعد كنحيدهم من المقله. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا في نفس المقله حيدت لوبيا اخرى، وعملت هنايا شويه ديال زيت الزيتون، وزدت عليها شويه ديال التومه، كنزيد عليها اللوبيا هذه اللي مبسطحه اللي كنقول لها انا مبسطحه. كنزيد عليها شويه ديال الابزار والملح وشويه ديال الكيمون، كنشحروا مع بعضياتهم واحد شويه. وكنزيدوا عليهم شويه ديال القزبر شويه ديال المعدنوس، وكنعاودوا كنشحرهم شويه مع بعضهم. من بعد ما حيت اللوبيا خضراء من المقله، كيف ما كتشوفوا معايا في نفس المقله انا هنايا زدت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال التومه، كنزيد عليهم جعده اولا خيزو، كنشحرهم شويه مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا. كنزيد عليهم شويه ديال الكيمون والملح وشويه ديال الابزار، كنعاود كنشحرهم شويه مع بعضياتهم. كنزيد عليهم شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس مقطعين، وكنشحرهم شويه مع بعضياتهم. من بعد ما حيت الجعده اولا خزو من المقله، كما شفتوا معايا في نفس المقله يا نيتا، يعني ما بدلت شي. انا هنايا عملت شويه ديال زيت الزيتون وزدت فيها شويه ديال التومه، وكنزيد عليها البطاطا، كنزيدو شويه ديال الملح شويه ديال الكيمون شويه ديال الابزار، وكنشحرهم شويه مع بعضياتهم. من بعد كنزيدو عليهم شويه ديال القزبر والمعدنوس بحال اللي شحرنا الخضر اخرين. سمحوا لي حيت انا ديك المقطع ما بقاليش يتمسح لي. ها هما الحيمات من بعد ما تحمروا خرجتهم في الفران، كيجيو على هذا الشكل. هذا انا غادي ندوز باش غادي نعملو في الطبق ديال التقديم، خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اللحم مبخره او اللحم مفوره ومحمره في الفران، من بعد ما رافقتهم بالخضره مبخره ومشرمله. انا هنايا زدت رافقتهم هنايا بشويه ديال الكيمون وشويه ديال الملح، على حسب اللي بغى يزيد الكيمون والملح كيزيدهم على حسب ذوق كل واحد. ويمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الخضر عندكم، ماشي ضروري تستعملوا هذا الخضر اللي عملت انا، على حسب ذوق كل واحد. صراحة الله هذا الطبق هذا كيجي مزيون في المنظر، وكيجي لذيذ في المذاق، وصحي في نفس الوقت. كنتمنى الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه ويعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات ديالكم. اللي باقي ما اشتركش في القناه مرحبا به، ويشترك ويفعل زر الجرس باش يوصل له الجديد. شكرا لكم على المشاهده وعلى المتابعه، وبسلامه عليكم، تلقوا فيديو اخر ان شاء الله.